اهلا. حضرة الناظر كرارو ماله؟ حضرة الناظر يا ابني غير حجر النظارة. معقول ده حضرة الناظر؟ طبعا. لا مش هو. لا هو. اه والله هو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هو بيخرج كتير ليه من دول؟ عنده شغل في المنطقه التعليميه. شغل يا عينه اللي راح بيرمشي عينه دين 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 الاميس. مين يا الناس ينقل ما بين افلاطون؟ نعم. ايه رايك في القميص ده؟ عشان مين؟ حد يلبس بدله وخناقه في اسكندريه؟ لا ما يصحش. برافو يا افلاطون، انت دايما بتفهمني على طول. فعلا انا فاهمك. انا رايي ان البدله احسن لك من القميص. البدله خدت عليها وفهمتك، انما القميص مش من توبك، صعب تتعامل معاه. قصدي سيب القميص في حاله وانت في حالك. بطل فلسفه. القميص ده ينفع لولد خنفس ولا هبي؟ انت حشر ليه؟ حد خد رايك في حاجه ولا عايز تعمل افلاطون عليا؟ اتفضل اشوف شغلك. حاضر. ابو سميع، ابو سميع، ما تزعلش مني يا افلاطون. لا انا مش زعلان يا حضرة الناظر، انا صعبان عليا بس. انا متلخبط قوي اليومين دول. من ايه؟ حاجة كده في المنطقة التعليمية. المنطقة التعليمية دي انا عارفها كويس، يا اما تبعد عنها وتستريح يا اما هتتعبك طول العمر. طيب. هو انت قد المنطقة التعليمية؟ ها؟ ايه رأيك بقى؟ دي ما مثلتش قبل كده، ما تنفعش، ما تنفعش. يا أستاذ حجازي، مش لازم تكون مثلت، بس اشتهرت وبقت نجمة. لا يمكن، لا يمكن، أنا عاوز نجمة، نجمة شباك، وإلا مش هخرج الفيلم. يا بيه، يا مخرج. يا عبقري. نعم. فرصة وجات لحد عندك ترفضها؟ شهيرة دي فرصة؟ أولا تعمل لها حملة دعاية تساوي 5000 جنيه. ما يهمنيش. ثانيا لو عملت منها نجمة الصحافة هيسموك صانع النجوم. تفتكر؟ طبعا. أنا لولا بثق فيك ما اديتش وجه جديد. شكرا. شهيرة ما لقيناهاش يا بيه في مصر، بيقولوا موجودة في اسكندرية. ايه؟ اسكندرية؟ دوروا لي عليها في كل حتة، اخلعوا اهلي من تحت الأرض. حاضر. أنا عاوز شهيرة، أنا عاوز شهيرة.